بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي النهاردة إن شاء الله هنشرح المسألة رقم 9 في الـ Hybrid Systems في كتاب Introduction to Embedded Systems الـ Second Edition، بناء على شرح دكتور خالد، لأن طريقة الحل أكيد بتختلف من شخص للتاني يعني. فأنا عندي المسألة بتاعتي أهي، احنا طبعا كلنا عارفينها، فمش هحاول اقرا الانجليش ونقعد نترجمه سوا وكده، يعني هشرح المساله على الكلام على طول، بس اللي عايز يرجع للكلام ويقراه ما فيش مشكله يعني، ما براحته. احنا عندنا هنا طريقين، طريق مين وطريق سكندري، والاثنين ليهم اشارات مرور. عندي المين فيه 3 اشارات، جرين ويلو ريد، والسكندري برضو فيه ريد وجرين ويلو. ومفروض ان الستيت بتاع ده معتمد على الستيت بتاع ده، يعني لما ده يكون جرين ده هيكون ريد، ولما يكون يلو ده هيكون ريد. مفيش حاجه اسمها ان اللايت، يعني اللايت هنا مع نفسه واللايت هنا مع نفسه، لا، هما الاثنين معتمدين على بعض، عشان الكلام ده مهم جدا في الشغل العملي. طيب، انا عندي كده السيستم بتاعي، المفروض ان هو السيستم الاساسي، المفروض ان هو بيبقى في المين جرين لمدة 180 ثانية أو 3 دقايق، وبيبقى في المين يلو لمدة 5 ثواني. فال3 دقايق و5 ثواني بتوع المين دول بيكون فيهم السكندري ريد، تمام؟ والريد هنا بيفضل المين ريد لمدة 55 ثانية، بيتقسموا على السكندري رود، بيبقى في الجرين 50 ثانية، وبيبقى في اليلو 5 ثواني. دي كده الحالة الرئيسية بتاعتي اللي أنا هشتغل عليها، اللوب بتاعتي في الشغل العملي أو على الشغل الهارد يعني. الحاجة الانبوت اللي هيغير لي اللوب دي هو الديتكتور ده، الديتكتور أو السنسور اللي معايا هنا بيقول إن أنا لو الديتكتور ده كان أون، يعني أنا يعني في عربية عدت هنا والديتكتور اشتغل بيه أون، فهيقطع لي حالة الجرين في المين، هيقطع لي حالة الجرين في المين وهينقلها لي لليلو 5 ثواني، هيفضل فيها السكندري ريد وبعد كده يتحول للجرين، يعني هينقله لي على المرحلة التانية أو الستيت رقم 2. طيب، دي كده المسألة كلها باختصار. فطريقة الحل بالنسبة للكلية بتاعتنا، أنا عندي كده continuous variable اللي هو الاس اف تي، التايم بتاعي على طول شغال، يعني احنا ما عندناش مرحلة مثلا فيها الوقت هيقطع أو الوقت بيشتغل بناء على input، لا، هو continuous variable، هو شغال على طول عشان السيستم بتاعي المفروض ان هو on على طول. ال input الوحيد اللي معايا هو ال detector، انا ما عنديش حاجه هتغير لي السيستم ده، لا عندي بوتوم ولا عندي سيجنال، ولا عندي السيجنال اللي هي بتاعه السنسور فقط لا غير. وحالته بيور، الكونديشن بتاعه بيور، يعني اللي ما يعرفش بيور اللي هي اليو اوف 1 او يو اوف 0، يعني اما موجود يا اما مش موجود، موجود بون مش موجود زيرو، دي حاله البيور. السيستم بتاعي كله بيور، يعني حتى الاوتبوت بتاعي كله بيور، يعني هنا المفروض كده ده بيور، تمام؟ ده الانبوت وده الاوت. الستيتس بتاعتي هما دول، يعني المين جرين في حالة المين جرين سكندري ريد، المين يلو سكندري ريد، المين ريد سكندري جرين، المين ريد سكندري يلو، هما بناخدهم من الرسمة يعني، انتوا لو شفتهم كده هما خلاص 4، تمام؟ هاجي بعد كده هقسم الكلام ده، ده اخر البيبر وورك بتاعي، المفروض ان هو بيبقى بالمنظر ده. انا عندي الستيت رقم 0، سميت دي ستيت 0، دي ستيت 1، ودي ستيت 2، ودي ستيت 3. لما بيوصل لستيت 3 بيرجع تاني لستيت 0، ده على شرح دكتور خالد. فالمفروض ان انا عندي الحاله الاولى اللي هي مين جرين والسكندري ريد، بيبقى فيها الوقت اون، احنا قلنا ان هو بيور، يا اما اون يا اما اوف يا اما زيرو يا اما واحد، بيبقى واحد، والمين جرين برضو شغال، والسكندري ريد برضو شغال، والستيتس الباقيه كلها بنفس المنظر. بيعتمدوا او الكونديشن بتاعهم بيعتمد على التايم. الاس اوف تي في الحاله الاولى بيبقى اقل من او يساوي 180، او عندي الانبوت اللي هو الديتكتور هيقطع لي الحاله بتاعه المين جرين، فبتتحط على الكونديشن بتاعه الحاله الاولى، وبعد كده بيصفر الوقت، بعد كده يدخل على المرحلة الثانية، وبعد كده يعد 5 ثواني، وبعد كده يصفر الوقت، وبعد كده يدخل على المرحلة الثالثة، وبعد كده يعد 50 ثانية، وبعد كده يصفر الوقت ويخش على المرحلة الرابعة اللي هي المينيرو والسكندري المين ريد، انا اسفة، هي هنا المين ريد،
المين ريد والسكندري يلو، تمام. وبعد كده بيرجع تاني الحالة دي ويفضل ماشي كده على طول. هنا يا جدعان المين ريد والسكندري يلو، انا تقريبا كتبتها في الكشكول غلط. طيب كده احنا خلصنا الجزء البيبر وورك، ف هندخل بقى في المرحلة التانية اللي هي الشغل الهو.